ربما تكون مش فاهم كتير من الحكايه دي زي، وانا برضو نفسي افهم اكتر. عشان كده معانا الاستاذ ياسر فتحي عشان يعرض بس الفكره يمكن بشكل ابسط. استاذ ياسر مساء الخير. مساء النور، يا اهلا بيك استاذ محمد. خليني اعتذر لك الاول، ده اعتذار حقك عليا يعني، ان انا طولت بس في الجزء اللي فات، لكن كنت يعني متضايق شويه، انما بعتذر لك جاي على حسابك الكلام. لا 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 أستاذ ياسر، قول لي وجهة نظرك يعني. في عرضنا دلوقتي على السادة المشاهدين بوست عندك مكتوب 8 سبتمبر، و يعني حسب تصورك ان في ثلاث حواجز بين الناس وبين الاخوان، مش كده؟ ولا قصدك بين القوى السياسية كلها؟ بين القوى السياسية كلها، يعني هي سالفة أهمية التفكير الموضوعي. مش هينفع كل واحد يكون عايز حاجة وعمال يطالب بيها كل يوم بيقول نفس الحاجة. وبعدين كده ما بتتحققش، لازم يسال نفسه طب ايه المشكله؟ انا ممكن اكون نفسي اشتري عربيه. ايوه. طب حتى كل يوم معلق يسطا نفسي اشتري عربيه، نفسي اشتري. ايوه، ايه المشكله؟ ممكن يكون معيش فلوس. ايوه. ممكن يكون مفيش اخطه، ممكن يكون في حواجز تحول بيني وبين تحقيق الهدف. أيوه. اللي انا فيه بفرخ بيه. ايوه. خلينا نبدا من الداخل، من الداخل السياسي. دلوقتي الداخل القوى السياسيه حتى من غير الاسلاميين، كلهم غصب عنهم الان في حاله قمع، سواء كان في معسكر الاخوان او كان في معسكر مش مع الاخوان او حتى كان قريب من 30 يونيو، محدش قادر يتنفس. اي حد بيتنفس بيتم قمعه ويتم سجنه. وبالتالي هو محتاج الناس اللي بره مصر عندها بعض الحريه من الحركه وبعض التاثير في الخارج. نظام لما اعتقل على سبيل المثال معصوم مرزوق، اول حاجه عملها بعد الاعتقال قرب لاجهزه الاعلام حاجه واحده بس. ايه اللي قرروا؟ كل اللي عمل زي خبر واحد. معصوم مرزوق بيقول في التحقيقات، ما تعرفش ايه اللي دخلها في الموضوع، انه مؤيد لفض اعتصام رابعه. مش حاسس ان الخبر ده مش جاي في سياق منطقي؟ طبعا. مرزوق بيتكلم في حاجه ثانيه؟ طبعا. وهم احتقلوه عشان حاجه ثالثه؟ ايوه. وبعدين بيسربوا خبر انه في التحقيقات موافق على الفض رابعه. اليوم فاهم حاجه احنا مش فاهمينها. هو عايز يمنع، النظام عايز يخلي الشعب المصري كله معزول عن بعض، عباره عن كانتونات. غير مسموح للداخل انه يتواصل مع الخارج، غير مسموح للاسلاميين ان هم يتواصلوا مع غير الاسلاميين، غير مسموح لافراد القوى السياسيه تتواصل مع الشباب والناشطين. حتى الشعب لازم يكون مفصول وساخط على النخبه السياسيه، فيبقوا السياسيين معزولين بيتكلموا كانهم في ابراج عاجيه، والشعب حاسس ان دول ناس ثانيه غيره. ودي سياسه النظم القمعيه، عايز كل الناس تكون كلها معزوله عن بعض عشان يعرف يسيطر على الكل. وبالتالي لو انا عايز اشتغل بقى، هفضل كل يوم اقول انا ضد الاستبداد، ضد الاستبداد، ضد القمع، المفروض اعمل ايه؟ النظام بيمنعني من الاتصال. يبقى المفروض الواجب عليا ان انا اقوي الاتصال من غير ما هو يقطعه. الناس اللي في الداخل الان مش عارفه تتحرك، المفروض انها تتواصل اكثر مش تنعزل اكثر مع الناس اللي في الخارج. أيوة. وده اللي انا قلته، ان هو واجب على القوى اللي في الداخل انها تشكل قنوات اتصال محترفه، بس ما تسهلش الموضوع على الامن عشان يعتقل يضربها او يخترقها او كده. نفس الموضوع على الاخوان. دلوقتي انا في الاخر عايز الشعب يستعيد حريته، وعايز، وانا بقول ان الاخوان بيقولوا ان احنا مش عايزين حاجه لنفسنا وعايزين لمصلحه الشعب. لازم في الاخر نناقش كلام موضوعي. انت كنت في الحكم وحصل اللي حصل وانت في الحكم، ده سؤال عن الشعب البسيط العادي، حتى لو كان مؤيد الاخوان ومنتخب الاخوان، لازم الاخوان يكون عندهم اجابه مقنعه. انا ممكن اكون اتسلت من الحكم بالظلم، بالانقلاب، بالقمع، بالقتل، طيب. ايه اللي يخليني اقيدك ثاني؟ ما دمت انت مش قادر حتى تحافظ عن حقك، هذا محتاج الاجابه. هل انت مثلا قادر المره دي مقدره غير المره اللي فاتت؟ هل انت عندك قيادات افضل؟ هل انت فاهم الدوله بشكل اكتر؟ هل انت قادر تتعامل مع العسكر والاجهزه الامنيه؟ فدي اجابه، انت كنت في الحكم، ايه الفرق دلوقتي؟ الاجابه الثانيه ان في دلوقتي ازمات الناس بقت اكبر بكتير من الازمات اللي كانت موجوده في 2013. عدد الخسائر الناس من نتيجه الاهمال الصحي ضخم، اكبر على فكره من المشاكل بس داخل المعتقلات والسجون. عدد الناس اللي بتموت بسبب ان هي بقى عندها مشاكل في الدخل والاجر والبدلات اللي بتاخدها ما تقدرش تأدي غسيل الكلى،
ما يقدرش يجيب الادويه اللي بقت مصاريفها عاليه جدا. تمام، يعني انت عايز اقول لك الحاجز قضايا الناس ومصائبها وازماتها ومعاناتها، انت عايز تعرف موقف القوى المناهضه للسيسي في الملف ده. ومش بشكل تسجيل المواقف، لازم تكون جزء من المواقف دي. يعني بقى معلش انا مستنيك تقول الثالثه، الحاجز الثالث اللي هو حاجز المنصات والرموز والقيادات اللي تعبر عنهم. بالظبط. طيب خليني اسالك سؤال، حد هيقول لك يا استاذ ياسر ازاي؟ يعني انت عايزني اعدي ازاي حاجز انهم كانوا في الحكم وحصل اللي حصل، السيسي تعين الاخوان اللي عينوه او يعني الرئيس مرسي اللي عينه. انا كنت موظف عند حضرتك في الشركه، وانت الشركه بتاعت حضرتك خسرت، بس انا بحبك وانت انسان كويس ومحترم، وخسرت لاسباب مش متعلقه بيك. طيب فانت بعد سنه بتقنعني ان احنا هنعمل شركه ثانيه وعايزني اشتغل معاك. فاول سؤال هساله لك هقول لك ايه؟ ايه الجديد عندك؟ بتقول لي والله انا جبت هيئه استشاريه جديده. انا عملت جدوى جديده. انا اخترت مجال معين انا اكثر. طيب حلو، يعني انت عايز يعني انا دلوقتي يا استاذ ياسر، انا دلوقتي الاخوان، ولو انك انت حددت الاخوان، انت في البوست كاتب يستطيع الاخوان. الاولاني الاخوان، والثاني بقيه القوى السياسيه اللي في الداخل، والثالث ملفات مشتركه بين الاثنين. لا معلش قول تاني كده، انت عايز تقول النقطه الاولانيه للاخوان. النقطه الاخوانيه انهم يخسروا الثلاث حواجز دي الاخوان. والنقطه الثانيه متعلقه بالقوى السياسيه غير الاخوان، التيارات والرموز الشخصيه والرموز السياسيه. ان هم يشتغلوا للخارج، والنقطه الثالثه تشمل الكل، ان هم يشتغلوا على ملفات مهمه بشكل محترف بغض النظر اخوان او غير اخوان. طيب خلينا في الاول، انت عايز من الاخوان ان هم يكسروا حاجز الحكم واللي حصل فيه. طيب الحاجة الثانية انهم يكسروا حاجز قضايا الناس ومصائبها وازماتها وحياتها اليومية. المطلوب الثالث انه حاجز المنصات والرموز والقيادة. ايه بقى مش فاهم يعني ايه حاجز المنصات والرموز والقيادات اللي تعبر عنها؟ هديك مثال بشكل بسيط على غير الاخوان. حتى الحكومات والدول لما تيجي الناس تقعد تشتكي من الحكومة تشتكي من الحكومة تشتكي من الحكومة. من الاجراءات المتعارف عليها السهلة جدا اول حاجة بيعملوها ايه؟ بيغير الحكومة. ايوه. حتى لو نظام مستبد غير ديمقراطي. ايوه. وتفضل فيها سياسات موجوده. ليه؟ هو بيضطر يعمل كده ليه؟ على الاقل بيحاول يقنع الناس ان في ناس جديده ممكن تعمل حاجه. فانت تغيير يا اما بتغير مضمون، يعني بتقدم لي مضمون جديد ان انت عندك مشروع مختلف او عندك رؤيات او دراسات او مشاريع او قدرات جديده اكتسبتها في السنتين ثلاثه اللي فاتوا. او بتجيب لي ناس جديده. يعني يا استاذ ياسر خلينا واضحين، يعني انت عايز ان الرموز المتصدره للمشهد من قيادات الاخوان تحديدا مش كده يا فندم؟ لا طبعا باعتبارهم اقوى، المفروض ان هم اكبر قوه. تغييرهم يعني مطلوب تغييرهم. مش تغييرهم ان هم هيسيبوا الحركه. لا يعني يروحوا الكواليس. الناس محتاجه دايما دلوقتي، لو انا شخص كنت رمز في 2011 12 13 دلوقتي الناس ما عادتش تتابعني. طب ما هو يا استاذ ياسر معلش خلينا نتناقش مع حضرتك، طب ما هو اللي موجودين دلوقتي ما كانوش متصدرين المشهد في 2012. هل هو بالنسبه له حقق الهدف المرجو؟ يعني الهدف المرجو دايما لما بيكون عندي رموز او قياده او متحدثين هدفهم ان هم يطلعوا الشارع او يحركوه او يتجاوبوا معاه. يا اما انا محقق اللي انا عايزه فمستمر، يا اما مش محقق اللي انا عايزه ولسه في فجوه بيني وبين الشارع انا مش قادر احركه او مش قادر اكتله او مش قادر احميه. يعني انت شايف ان اللي قاعد بقاله خمس سنين ده من ساعه الانقلاب لم يحقق التاسك بتاعه المهمه بتاعته؟ حقق التاسك بتاعه لان المشكله يمشي. يعني طول بالك معاه يمشي، مش شرط يكون العيب فيه هو شخصيا، لكن هو الظروف بتاعته يمشي. يعني اوكي ما يعرفش، انا محمد نصر طلعت كمتحدث رسمي ولا بتاع ما فشلت او يعني ما حققتش الهدف، اروح الكواليس ويجي حد تاني، صح كده؟ بالظبط. ومش بس المتحدث الرسمي، اي ملف رسمي بتصدره. طيب حتى زي اللي انت مثلا عندك برنامج، انت برنامجك الناجح فمستمر، لكن لو البرنامج مش ناجح ومحدش بيتفرج عليه مش هتستمر، لازم تعمل حاجه جديده، يتغير الفورمات، يتغير المذيع، يتغير القناه، مش هتستمر زي ما انت. صحيح. وهي دي المشكله اللي بتخليك دايما تذاكر وتشتغل وتجتهد والفريق يجتهد والناس تشتغل والدنيا تقوم عشان تقدم، صح كده. طيب لكن حاجز قضايا الناس، طب ما هو بيطلع الاخوان بتطلع تتكلم في القضايا دي، يعني ما فهمتش ازاي تكسر حاجز قضايا الناس دي. هاخد يعني هستعير من 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 الصحفي الاستاذ ابو المعاطي السندوبي، يعني هو الصحفي التاري طبعا استاذ ده منه الجزء الجميل ده. دايما في كتير من البيانات بتاعت الاخوان او حتى المعارضه عموما، لان هي مشكله اخوانيه، ولما يجي يتكلم على مشاكل الناس
هو بيخاطب مين؟ لما بيجي يتكلم مثلا على ان تم عمل مشكله مثلا في الصحه او التعليم، هو بيخاطب مين؟ لو انت بتخاطب الناس، تكلم الناس باسلوب هتدافع عنه وهتحميه وهتساعده وهتديله بدايل يعمل ايه؟ انت دلوقتي راجل المرتب بتاعك يعني انت عايز يا استاذ ياسر، معلش قطعتك بس انا عشان اجري الحوار، يعني انت عايز تقول ان انا كاخواني يعني اطلع كالاخوان يعني حد يتكلم في قضايا الناس، الادويه مثلا او الضرايب اللي الجمارك اللي اترفعت اللي هتكلم عليها النهارده، اطلع اقول انا عندي يا جماعه بدائل، اقدم نفسي صح مش كده؟ انت عايز كده؟ اه بتقدم نفسك او تقف جنبي، انت بتسجل موقف. انا واقف جنبك، انا واقف، انا واقف جنبك، انا واقف جنبك يا استاذ ياسر، يعني انا كالاخوان واقفين جنب الشعب عادي يعني. ده صحيح، بس انت عايز تبين للشعب ان انت ممكن تكون واقف جنبي. يعني انت عايز العرض يبقى عرض كده، يا شعب مصر انا هحل المشكله دي، انا يعني لا يعني ممكن ما اقدرش، انا مش سلطه ما اقدرش احل، لكن انا دلوقتي انا واقف جنبك صح كده؟ عايز احسسك ان انا واقف جنبك وبساعدك. ايوه اعمل ايه بقى؟ انت واقف بتدافع عني. انت اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ انا حاول لما تيجي تنزل بيان مثلا، هل انت بتنزل بيان على الشخص اللي مات مستشفى في القاهره او في عين شمس او في اسكندريه بسبب ان هو معهوش ثمن الغسيل الكلوي؟ هل عندك استعداد تعمل وقفه احتجاجيه بسبب الناس اللي عندهم مشكله مع دواء؟ يعملها فين برضه؟ يعملها فين؟ انت بتعمل وقفتك دلوقتي حتى لو بره مصر، حتى لو بشكل رسمي. يعني انت قصدك هنا في اسطنبول مثلا يعملوا وقفه، في المانيا يعملوا وقفه، في انجلترا. الشعب عايز يعرف هل القضايا الشعبيه دي انت مجرد بتسجل موقف لحسابك عشان فهمتك؟ طيب انت فعلا طيب دي واقف جنبي طيب فعلا. طيب للقوى السياسيه انت بتقول يستطيع من الاخوان مش متبنيه، الاخوان متبنيه قضايا الشعب لكنها محتاجه تبين للشعب ان هي فعلا متبنيات. طيب انت ممكن تكون بتتكلم عني وانا مش حاسس، اقف جنبك ازاي؟ طب بس لو اتحرك شمال او يمين لان الشبكه بتقطع مننا وصوتك عمال يقطع، انا بحاول افهمك بالعافيه. حاضر كده كويس قوي. طيب النقطة الثانية، إن يستطيع من تبقى من أي تيارات أو رموز أو نشطة بالداخل أن يكونوا لجنة محترفة للاتصال بالخارج يصعب على النظام أجهزة. اشرح لي دي سريعا يا أستاذ ياسر بعد إذنك. أنا دلوقتي كل الناس اللي مقموعة في الداخل تعمل إيه عشان تغير الوضع الحالي؟ ما قدامهاش، ما تقدرش تتظاهر، ما تقدرش تعبر عن موقفها، ما تقدرش ترشح نفسها في البرلمان، وبالتالي هي ما زالت محتاجة دعم للناس اللي عندها مناخ من الحرية والحركة. اللي بيحصل دلوقتي ان اغلب القوى السياسيه داخل مصر بتخاف اكتر من التواصل مع الخارج، لان ده بيعرضه المزيد من القمع. المفروض العكس، ان انت ما تنعزلش اكتر، ان انت تنفتح اكتر على الخارج لان هو اللي يقدر يساعدك. السيسي دلوقتي ايه اللي موقف السيسي على رجليه؟ دعم الامريكان، دعم الامارات، دعم السعوديه، دعم الدول الخارجيه. مين الناس اللي تقدر تتحرك في المصالح اللي بتساند السيسي؟ مش اللي جوه مصر، اللي بره مصر. انت لو راجل متضرر من النظام داخل مصر، يهمك ان انت تتواصل مع الاحرار اللي بره مصر اللي عايزين يساعدوك. ما تنعزلش عنهم، ما تخافش منهم. السيسي عايزك تخاف منهم، عايزك تخاف منهم. طب افرض ان انا يا استاذ ياسر خلينا واقعيين، طب افرض ان انا كتيار ليبرالي او علماني او غيره ما عنديش الاتصالات دي، اعمل ايه يعني؟ لازم تعملها، هو ده بقى الواجب، هو ده الواجب. لازم اعملها ازاي؟ ما عنديش. ما عندكش ولا مش عارف؟ يعني مش عارف. لا هو ما عندكش عشان السيسي مخوف، لكن هو عنده. لا هو عنده. خلينا بس يا استاذ ياسر، خلينا بس واقعيين، ما عنديش، انا ما عنديش. مش عارف. يبقى تعمل. مش عارف. عندك شرف، انا هقول لك. لا. اللي حاول يعمل كده حتى لو جوه مصر، على مستوى بس الاتصال بين القوى وبعضها جوه مصر، اتقبض عليه زي محمد الاسطاط. هو اتقبض على الاسطاط ليه؟ عشان شخص منفتح على غيره من التيارات، مجرد ان هو بيتواصل بس مع الناس. النظام مش عايز الناس تتواصل مع بعض. فانت حاجه من اثنين، يتحقق اراده النظام فما تتواصلش وتقعد في البيت، يا تتغلب على النظام وتتواصل. طيب معلش ننقل على النقطه الثانيه، حضرتك بتقول في الفصل التفكير بين الملفات الاتيه في مجموعات متخصصه. التعامل مع الاجهزه القمعيه، موارد الشعب، التعامل مع المؤسسات العسكريه، التعامل مع كل المتضررين من النظام. يعني نقف عند دي، التعامل مع كل المتضررين من النظام حتى من انصار مبارك. صحيح. طيب ما انت هتتهاجم كده من الهبادين ويقول لك انك انت عايز قربت تقول اسفين يا ريس والحاجات دي. يعني هو انا عايز منهم ايه؟ هو دلوقتي الناس اللي هي الدكتور مرسي لما كان رئيس الحكم، هو كان رئيس الاخوان بس ولا كان رئيس كل المصريين؟ لا كان رئيس كل المصريين.
يعني لو في ناس معارضين هو رئيسهم ولا مش رئيسهم؟ لازم رئيسهم. هو بيشتغل لمصلحه البلد ال 100 مليون ولا بيشتغل لمصلحه ال 20 30 40 مليون اللي انتخبوه؟ لا بيشتغل كل المصريين. القوى اللي بتتكلم انها عايزه صالح مصر وعايزه التغيير وعايزه وعايزه وعايزه، كل الناس المتضرره، كان متضرر في اسكندريه ولا في اسوان ولا في البحر الاحمر ولا في السلوم، كل الناس المتضرره متضرره بسبب الواقع الحالي. هو جزء من برنامج. ايوه. وبالتالي كل المتضررين من سيسي، انا ما قلتش اعمل معاهم ايه، انا ما بقولش يعني اتحالف معاهم، بقول ان انا هدفي رفع الضرر عن كل الناس، كل واحد تضرر من هذا النظام انا المفروض انا يعني ظهيره. ده اذا كان احنا بنقول الحديث لو ان بغلة عثرت في العراق لسأل ربنا يسأل سيدنا عمر عنها، ده بغلة. فما بالك بشخص مصري مواطن زيه متضرر، انا مش هدافع عنه في شيء ضدي، انا هدافع عنه في الضرر اللي وقع عليه. وبالتالي اجنده المتضرر، احنا متضررين وغيرنا متضرر، غير كل الناس متضرره، لكن النظام بيعزلنا عن بعض. فالضرر بتاع الفلان مختلف عن الضرر بتاع الشعب، مختلف عن الضرر بتاع كذا، مختلف عن الضرر بتاع كذا، فرق. طيب، في حين ان كلنا متضررين. طيب النقطه اللي بعد كده، البحث عن رمزيه جامعه في مجموعه او ياسر صوتك بيروح، صوتك بيروح يعني البحث عن رمزيه جامعه في مجموعه او في شخص ودعم ما بها من قصور، يعني انت عايزنا نختار زعيم؟ لا، دي خطوه نتيجه قبل ما عشان كده انا كتبتها اخر حاجه. بمعنى ايه؟ احنا الزعيم ده ما فيش حد بيختار زعيم يدوس على زرار يقول لك فلان. ايوه، ده كنت هسالك سؤال. هي نتيجه. أيوة. لو بدانا نتواصل مع بعض، وبدانا نشتغل على الملفات اللي مطلوبه مننا، وبدانا نتحرك لقدام، هينقص. لو الشغل اتحرك، الاتصال اتحرك، عرفنا هنتعامل ازاي مع الامن، مع العسكر، مع الاقتصاد، مع الناس، مع المجتمع، مع المصالح الخارجيه، مع الكيان الصهيوني، مع السعوديه، مع الامارات، مع الامريكان، ده عندنا اجنده مشتركه، عندنا برنامج مشترك ممكن. في الحاله دي يبقى فاضل لنا حاجه، فاضل لنا رمزيه. ما ينفعش نفضل عدد كبير قدرنا 10 مليون 20 مليون من غير ما يكون عندنا رمزيه قياديه. لو ما عندناش كاريزما وما عندناش زعيم، يبقى لازم في الرمزيه فيه مجموعه من الناس. في يناير ما كانش قيادي، لكن كان الشباب الثوره. طب ما هيجي يقول لك، معلش يا استاذ ياسر، هيجي يقول لك احدهم يعني، وممكن يكون عنده حق، طب ما الرمزيه موجوده في السجن. ما عندناش مشاكل دلوقتي، الرئيس الرئيس مرسي رمز. ايوه، نطلعه في السجن ازاي؟ احنا دلوقتي مش عايزين رمزيه بديل دكتور مرسي، احنا عايزين رمزيه تطلعه من السجن وتطلع كل الناس اللي في السجن. يعني انت قصدك رمزيه تقودنا الى انه مرسي يخرج ويبقى الزعيم وكده. مش رمزيه هتخلق الحركه، الحركه والتفاعل هيبقى فاضل له ان هو محتاج رمزيه تعبر عنه. وبالتالي لما كانت في حركه في الشارع من قبل 2011، ما كانش في مشكله ان يتعمل ائتلاف اسمه شباب الثوره، اوريدي الناس شغاله على الارض، اوريدي الناس كانت جمعت توقيعات وعملوا الجمعيه الوطنيه للتغيير، وفي حركه كفايه و6 ابريل والاخوان المسلمين كانوا شغالين اوريدي على الارض، ما كانش في مشكله بقى ان التنسيقيه المره دي يبقى اسمها الجمعيه الوطنيه للتغيير، ودي اسمها ائتلاف شباب الثوره، لان الشغل بينجح، الناس بتنسق مع بعض في الشغل، الملفات متقدمه لقدام. لكن اللي بيحصل ان احنا بنعمل ايه؟ بنجيب العربيه قدام الحصان. يعني انت عايز، يعني بس عشان اعيد مره ثانيه، انت قصدك رمزيه خارج السجن تستطيع العمل مع الناس والمجاميع والشعب لاخراج اللي داخل السجن. بالظبط طبعا. طيب. طيب وانت بتقول في اخر حاجه، بس 6 شهور من البذل والعمل والتكامل لن تغير المشهد، لكنها هتتحسن كثير من واقع العجز والصراخ والياس. الممكن كثير والواجبات اكثر، الوقت اكثر من الوقت. طيب، وحرام على من بيده موارد بشريه وماليه ان يهدرها. انا بس عايز افهم السطر ده، حرام على من بيده موارد بشريه وماليه ان يهدرها. ايوه، ايه معنى السطر ده؟ لو احنا اتكلمنا على ال 100 مليون مصري، خلينا نتكلم على، اتحرك شويه يا استاذ ياسر، شمال او يمين او قدام او ورا. طيب، عشان الاشاره كده كويس. ايوه، انا طاقات المصريين ضخمه جدا ومتعدده. في ناس تمتلك تنظيمات بشريه عندها افراد، في ناس تمتلك خبرات نوعيه، ناس اطباء ومهندسين ومثقفين. ايوه، انت محتاج تتكامل مع، في ناس عندها تنظيمات، في ناس عندها نخبه، في ناس عندها سياسيين، في ناس عندها تكنوقراط، في الى اخره. الموارد دي لازم تتجمع مع بعض، حرام الموارد دي تهدر لو كل واحد شغال لوحده. طيب، يعني انت بشكل عام، يعني كل من لديه موارد بشريه او ماليه حرام يهدرها وهو بيشتغل لوحده. جميل جدا. سؤال اخير يعني، او سؤال قبل الاخير، سؤالين. يعني
انت العنوان بتاع البوست كان من الممكن وعلامه استفهام. سؤالي لحضرتك يعني هل ده العنوان اللي انت استقريت عليه ولا ممكن تعنون البوست ده تخليها مثلا مبادره او تعالوا الى كاري يعني حاجه يعني هل العنوان ده انت مرتاح له من الممكن وعلامه استفهام؟ انا هو مشكله ان العناوين التقليديه بيتم استهلاكها يعني المبادرات وكذا وكذا وكذا. طيب هو المهم الخطوات، انا مش مهم ان العنوان طيب. مبادره اي حاجه. السؤال الاخير، البوست ده نزل 8 سبتمبر الساعه 6 طيب. مساء طيب، رد فعل القوى السياسيه كلها عليه ايه؟ هل تلقيت اتصالات؟ هل حد ناقشك فيه؟ في الحقيقه حصل، مش بس ناس ناقشني فيه، في ناس بتقول نفس المضامين ربما بطرق تانية، ربما بتكتبش على الفيس، ربما لا يعني انا بتكلم على ده، على ده رد فعل الناس عليه ايه؟ في الداخل والخارج في طبعا شخصيات ما زالت حتى الان بتتباعى وتفكر ازاي نحول الكلام ده لشيء عملي. في الحقيقه ناس شخصيات مش قوى سياسيه كده، لا الاثنين شخصيات وقوى سياسيه طبعا. طب جميل، يعني في قوى سياسيه كلمتك؟ في طبعا وقالت لك تعال نفكر او نقعد مع بعض، ولا قالت ايه؟ قالت لك برافو يا ياسر برافو يا ابني والحاجات دي؟ لا تعال نفكر مع بعض. واخوة سياسية ايضا قالت لك كده؟ طبعا. يعني معنى كده ان احنا في انتظار على امل ان في خطوة تتخذ قريب. يعني في الاخر ليس للانسان الا ما سعى. يعني والله انا بتعجبني الاجابات الصريحة اكتر. يعني انت كتبت بوست رائع وافكار خارج الصندوق وفيها نتناقش او نختلف او نتفق، لكن في دعوه للفكر. احسن ما اقعد كده اقول لك والله العظيم ما في حاجه، اعمل ايه؟ طب بايدي ايه؟ بالعكس انت بتفكر. طيب حضرتك بعد ما شرحت لنا الكلام ده وناقشناك فيه ايه بقدر المستطاع بتقول ان في ناس اتصلت بيك عليه. طيب السؤال بقى حلو جدا، يعني في تفاعل، الفيدباك كويس. اذا نحن الان في انتظار خطوه جديده من المناهضين للسيسي. انا شايف اكيد طبعا، بغض النظر عن شكل الخطوه عامل ازاي، احنا في انتظار خطوه شغل مش شرط ضروره. يعني قريب هنسمع عن خطوه شغل، اتمنى كده. يعني استاذ ياسر انا معاك، بقول لك اتمنى كده. وانا اتمنى بس انا ما جاتنيش اتصالات. طيب مش عارف. لا يعني انت ما يعملش موقفك مش زي موقفي، انا لا كتبت البوست ده ولا جاتني اتصالات. هل طيب. وبالتالي ما ينفعش اجابتك تبقى اجابتي. طيب انا بقول لك اللي حصل، انا بقول لك هل هنسمع قريب عن خطوه تحول الكلام ده لعمل؟ نعم، في ناس بتتناقش وتفكر ازاي تحول الكلام ده لعمل. في، فانت بتقول لي هل ممكن الخطوه؟ بقول لك ما يعني نامل، بنحاول نوصل لهذه الخطوه يا رب. على كل حال انا بس هو طلب عايز اقوله لك. ثق يا استاذ ياسر، انت واللي بيفكروا معاك او اللي اتصلوا بيك او اللي متضامنين او اللي هيفعلوا الكلام ده سواء بالحرف او باختلافات، ثق ان البرنامج ده منصه لحضرتك وللناس اللي اتفاعلت معاك. الله يخليك، وانا لازم اكرر شكري ليك جدا بصراحه. الله يخليك. عايز تضيف حاجه في الاخر؟ مظلومة، احنا كلنا مظلومين وخرجنا من بيتنا واهلنا وديارنا، في ناس بتصدق عليهم احكام الاعدام وتؤكد عليهم احكام الاعدام، وناس بتموت داخل المعتقلات، ونساء واطفال داخل المعتقلات، فالهم فعلا كبير، ومفيش قدامنا غير ان احنا نواصل التفكير والمحاولة والسعي مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون، لان ما عندناش حل غير لازم ننجح، يعني مفيش حل تاني. الأستاذ ياسر فتحي الباحث السياسي، بأكرر مرة تانية البرنامج ده، اعتبروه ملككم ومنصة إعلامية للأفكار دي. بشكرك جداً.